تشيز كيك رابي سريع. ايه عندنا 180 غرام ديال البسكوي. ايه وعندنا 75 غرام ديال الزبده. ثلاثه الوريقات ديال الجيلاتين، 200 غرام ديال الفرماج بيض، 125 غرام سنيده، الساشي ديال الفاني، عصير حامضه والقشره ديالها، و 500 غرام ديال الكريم شانتيي ديك الباكيه. الو ديال الشونتيغ برايا. اييه ناخذوا البسكوي كنديروا في ميكا. واخا سمحتي عافاك نعاودوا المقادير. اييه ان شاء الله. 180 غرام ديال البسكوي، 75 غرام ديال الزبده، ثلاثه الوريقات ديال الجيلاتين، جوج 200 غرام ديال الفرماج بيض، 125 غرام سنيده، ساشي ديال الفاني، عصير حامضه، و 500 غرام ديال الكريم شانتيي غبره. وقلتي لنا قشور ديال الحامضه ياك معاهم. هي تناخذوا داك بسكوي كنديروا في بلاستيكه وكندوز عليه المدلك مزيان حتى تينزل. صافي كنبسطوا في داك المول ديال مع الزبده، هذيك اللي عندنا كنبسطوا في داك المول اللي كيتحل من الجنب. صافي كناخذ العناصر كلها، الحامض وهذا والفرماج وداك الشيء اللي عندنا كامل، والكريم شانتيي غير غبره ما غنديروا فيه لا حليب لا والو. صافي كنخلطوا كل شيء بالمو بداك التراب، وداك لاجيلاتين كنديروا في الماء حتى يطلق. صافي كنزيدوا معاه داك الشيء كله، كنطربوا كل شيء بالتراب. صافي كنخويو فوق فوق العناصر اللي عندنا. الو اييه. صافي عندنا داك 180 غرام ديال البسكوي كنهزو منها واحد 60 غرام تنحيدوها. عاد كنبسطوا في داك المول. صافي ملي كنحطوا لذاك داك الخليط ديالنا داك الحشوه من الفوق، تنخليوه حتى تجمد شويه، وكنشدوا داك البسكوي اللي بقى عندنا كنديروه بحال الوريدات من الفوق. كنزينوا به. صافي كندخلوه الثلاجه، هذا راه ما كيطيب ما كيبرد، وكنقدموه بالصحه والراحه. كيجي بزاف. وعندي واحد الكيكته هو سريع ديال الحامض. عندنا اربعه البيضات، اربعه ديال البيضات، 160 غرام ديال الزبده، 160 غرام ديال الزبده، 160 غرام سنيده، 160 غرام ديال السنيده، 200 غرام ديال الفرن، 200 غرام ديال الطخيخ الفور، واحد خماره، خماره واحده ديال الحلوه، هي وجوج حامضات معصورين، وجوج عصير ديال الحامضه. صافي كنطربوا هذاك، تنطربوا البيض، كنزيدوا عليه سنيده، حيت الا كان ديك الزبده الدايبه ديما كنخليوها هي الاخرى مع الفور. صافي كنديروا وداك الزبده والفورص والخماره كنخليهم الاخرين. دابا غادي نديروا البيض. اييه كيف قلتي لنا، البيض والسنيده نطربوه. اييه كنطربوه، كنزيدوا الحامض، عاد كنديروا الفورص والخماره وداك الزبده دايبة. صافي كنجمعوا العناصر كلها، كنديرها ثاني في المول طويل، داك الطويل. اييه. صافي كندخلوها للفران، ملي كطيب راه كتجي زوينه حتى هي، ما كنزينها بوالو، كنخليوها غير هكاك. اييه. وعندي يعني واحد النصيحة ديال الحامض. اييه عندي واحد النصيحة، هذاك الباط صابلي اللي كتبقى لينا احسن من ما نلوحوها مور، كندخلوها للفران هي كتقرمل شويه، كنبقاو نديوها نجيب وحده كتحمر، كنطحنوها ونديرها شي قريعه، بغينا نزيدوها في الكيك، بغينا نزيدوها في الحلويات، باش ما تضيعش ليك حتى حاجه، ما كتضيع. الحمد لله مع الحادقه المغربيه. تبارك الله عليك. الحمد، صباحك مبروك. بارك الله فيك، صباحك مبروك، شكرا لك بزاف.